بسم الله الرحمن الرحيم. عجبني الخطاب ديال صاحب الجلالة نصر الله باش يجري الصلح مع المغرب مع الجزائر. احنا إخوة بيناتنا المودة والمحبة. وعموما كاين ثلاثه النقط اللي عارف لي انا ما سمعتوش كامل، ولكن الملخص راه شفتو بالنسبه للمقتطفات اللي كيديروا بالنسبه للجزائر. حاجه مزيانه خطاب هذاك اللي هو ايجابي جدا بالنسبه، ما كيخص يكون ديك الحزازات ما بيننا وبين الشعب الجزائري، كيبقاو خوتنا وحدنا. يعني الا كان شي مسائل سياسيه خاصها تبقى جانب، ما عندناش علاش يدخلوا فيها المواطنين من بكري، وحنا ما كاينش مشكل لا مع الشعب الجزائري ولا مع اي شعب كما كان. هذه من جهه. وبالنسبه للسياق بقى شي شويه بالنسبه لي انا كمواطن مغربي بقى لي غامض شكون كان استهدف جلاله الملك في ديك القضيه. الناس اللي كيستغلوا الظرفيه الاستثمار ديالهم الشخصي، ناس يقولوا اخنوش، ناس يقولوا ماشي اخنوش، بالضبط ما عرفش شكون هما المستهدفين على حسب القراءه وتاويل كل واحد. تبارك الله. الموضوع ديال الخطاب ديال جلاله الملك اللي هضر عليه على اربعه ديال الحوايج، وحده ديال الاقتصاد، الثانية ديال سميتو على حساب حقوق المرأة، اللي هو قال لي سميتو المرأة عندها الحقوق ديالها، غتعطيو ليها الحقوق ديالها من طبيعة الحال. وهذا الشيء ماشي يعني كاينين الناس اللي واخدين هذا الشيء بواحد الطريقة أخرى، كتكون العنصرية بين الرجال وبين المرأة ملي كيسمعوا حقوق النساء. وبالنسبة للنساء حتى هما واخدين هذا الشيء بواحد الطريقة بشكل، يعني ملي كيسمع حقوق المرأة كي بحال كيلبسوا اللي بغاو. يعني هذا الشيء هو من ذاك الشيء هذا الموضوع على قال سميتو، يعني هو ما كيحلش اللي حرم، اللي ما كيحلش اللي حرم الله وما كيحرمش اللي حلو الله. يعني على هذا الموضوع ديال النساء كيتعرى وكيديروا داكشي اللي بغاو، واخا داكشي كيقولوا بان راه حريه شخصيه وكتبقى حريه ديال الشعب حتى هو. يعني دابا ملي كدوز شي وحده من قدامك ما كتبقاش حريه شخصيه، كتبقى حتى عندك واحد الداخل. وبالنسبه للعلاقه مع هضر على العلاقه مع الجزائر، قال لك سميتو هضر على العلاقه مع الجزائر، يعني خوا اللي قال لك الناس ديال الجزائر اخوة ديال المغرب، وهذا الشيء راه معروف من قديم، يعني من الشعب مع الشعب. وهذوك اللي كيبغيو ينوضوا داك الشيء ديال سميتو ينوضوا الفتنه وداك الشيء كيبقاو متطرفين، يعني ماشي من الشعب، وكينوضوهم ناس اخرين، يعني شي ناس مختلفين مخبيين، وكينوضوا دوك الناس باش يهضروا على ذاك الموضوع، باش ينوضوا الفتنه بين المغرب وبين الجزائر، باش يبقى ديما ذاك النزاع، ديما ذاك المشكل. كيكون الناس اللي كينوضوا الناس الدراري الشعب ديال الجزائر كينوضوا بوحدهم، وكاين ناس من المغرب كينوضوا الشعب ديال المغرب، باش يبقى ديك الفتنه ديما ما يتصالحوش، هي تصحيح تصالحوا غتجمع الشعب وتولي شي حاجه اخرى. الشاش كيخافوا